اهلا وسهلا فيكم، نرحب اليوم بفريق عمل فوشيا اللي اجونا من ابو ظبي حتى يحيوا امسيه الزمن الجميل ويتعشوا عندنا بمطعم زيتون وياخذوا الخبره والاكسبيرينس اللي عندنا هي كلياتها عن المشاوي اللي بنعملها طبعا على الطريقه السوريه والسلطات اللي اغلبها على الطريقه اللبنانيه وطبعا خبز الصاج والانواع المناقيش المعموله على الصاج كلياتها فريش وكتير كتير تراثية. هاي الأكلات اللي جينا حتى نبرزها هون في مطعم زيتون وبتمنى تنال أعجابكم. أهلا وسهلا فيكم. ثنائية الفحم واللحم تجعل بمخيلتك تسافر بعيدا حيثما شممت رائحة الشواء على الطريقة العربية الأصيلة، فكيف إذا ما رافقتها أنغام الطرب العربي الأصيل الممزوج بنسمات البحر التي تداعب ذلك الدخان المحبب المشبع برائحة اللحم المحضر على الطريقة العربية، فتوزع شهية العودة إلى الزمن الجميل على جميع من حالفه الحظ وانخرط في هذه الأجواء. أول شيء بنحب نشكر فوشيا والجميع اللي حضروا الليلة، يعني الحضور كان من أبو ظبي إلى دبي لتمضية هذه السهرة الرائعة معنا ومع مجموعة من الإعلاميين هون بدبي. يعني حابين كنا بس نعرفكم على المطعم زيتون اللي هو فندق كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي، وبالتحديد مشاوي اللي هو اللي هي الفعالية اللي عندنا اياها كل ليلة بمطعم زيتون على التراس برا مع اطلالة رائعة على دبي، مدينة دبي وداون تاون دبي. فنحن حابين يعني كمان غير انه الموسيقى القديمة كمان الاكل اللي عم بيتقدم من الطهات عندنا بفندق كراون بلازا ومطعم زيتون كمان اكل تقليدي عربي قديم، يعني من خبز على التنور والمشاوي التقليدية العربية وحتى كمان البوزة العربية اللي هي صنع محلي هون من الشفية عندنا بالمطابخ في دبي وتحديدا في فيستيفال سيتي. تقودك رائحة الشواء المميزة إلى مطعم زيتون في فندق كراون بلازا لتجد هناك كل ما يمكن أن يخلق أجواء من الاسترخاء والراحة وأخذ قسط من الأصالة ينسيك ضغوط الحداثة والسرعة والعمل. الأكل طبعا مختار بدقة، أنا فيني أقول مختار بدقة من ناحية الأصناف متنوعة، يعني تقريبا فينا نقول في تقريبا سلطات كتير متنوعة فيها السلطات الصحية وبنفس الوقت السلطات التراديشنال التراثية اللي نحن بنعرفها مثل الفتوش والتبولي والكب النيي، وبنفس الوقت كمان النوعية، يعني حتى بالمشاوي مستخدمين نوعية فريدة من ناحية التيست من ناحية الطعم المميز، يعني مثلا البيف أو التشيكن كتير كتير مشتغلين أنه يطلع بنكهة تكون متميزة من ناحية التتبيلة مثلا، لنفترض أنه البهارات اللي بنستخدمها بنستخدم نعمل بهارات فريش، ما بنستخدم البهارات المطحونة، بنعمل البهارات بالبيت نحن بالمطعم طبعا، بنعمل البهارات روست وبنطحنها نحن على طريقتنا وبنعمل التتبيل السري اللي نحن بنتميز فيها هم مطعم زيتون. فتجد تلك الأطباق من المقبلات الباردة والساخنة والحلويات وكأن لكل واحد منه حكاية يريد أن يحكيها لك عن براعة التحضير وأناقة التقديم ولمسات الذوق الرفيع فيها. وإن كان مطعم زيتون قد وجد في إطلاق ليالي المشاوي كتسمية تلخص ما يقدمه من خدمة لزبائنه، فإننا نقرأ في شفاه الحاضرين دمدمات تقول عن ليالي الأنس في دبي.